بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى سيدي ومولاي قائد الوطن في عيد ميلاده 55، إلى أشرف وأنبل الموجودين من قلب الأردن المليء له بالحنين، مناشدة 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 باسمي وباسم الشعب العربي الأردني الوفي الأصيل ومن كافة منابته وأصوله. نحن الشعب نناشدك بأن تقف معنا وإلى جانبنا ضد الإرهاب الحقيقي المتمثل في هذه الأيام بالحيتان والقراصنة الذين يلاحقون المواطنين المخلصين لك يا سيدي، يلاحقوننا في قوت يومنا ولقمة عيشنا، ونحن كما وصفتنا قادرين على التصدي للإرهاب بصدورنا. أما هذا الإرهاب نناشدك يا سيدي بأن تقف معنا للتصدي له، وهذه كلمات عفوية وقد تكون فيها أخطاء لغوية من القلب إلى القلب في فجر عيد مولدك السعيد بعنوان لك يا سيدي. في عيد مولدك السعيد نويت، وفي خير فجر ماطر لبيت الله ذهبت، بعد انحباس هطلت به ونزلت، صليت وبمد لعمرك لله دعوت، لابن رجل عشقته وفجعت، ملكا وملكا للقلوب صممت، لعبد الله من أعلى القمم نظرت، يا صاحب الأول ولك عزمت، لله درك ما أغلى خلقت، يا خير أبا وأخا وللكل بذلت، أتيتك عليلا ورأيتك شفيت، ولأجلك على المر صبرت، أنت قدوة تقتدي بك الأكارم ونجحت، يا ابن أصل اطمأنت النفوس لحكمك ومشيت، هذه الديار بقدوم جدك علت، وفي ظل حكمكم دخلت السكينة كل بيت، يا أيها الملك حبا بك فزعت، ويا أيها الملك في صدري ضممت، على مدى الدهر بإذنه لك ملت، وعهدا لك للقمة اجتهدت، للوطن حبا إن كنت رجعت، والله يا سيدي عاجزا لك مهما قلت. وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير، المخلص لكم دوما الشعب العربي الوفي الأردني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.